باش نمشي داونا الكوميساريا في المعرف. حيدوا لنا الصماطي وكتفوا لنا بهم الله. لا مزيان ما نقدرش نعيط عليكم مباشرة. الحسن الثاني ارسل الاخ ديالي القدافي. بعثوا للمهدي مكة قال له انه الملك راغب ترجع بلاد. الا قلت له راني غندير لو موند الملك غادي يقول لي هذا حمق. غندوزوا لحالات اخرى ضمن نفس في نفس السياق، وهي ايضا من الحالات اللي تيعرفها يعني الحقوقيين في المغرب، هي حاله محمود بن نونا. هي حاله مثيره وخاصه جدا لانها تزامنات مع الاحداث اللي عرفها المغرب في 3 مارس 1973 طرف التنظيم ديالكم، جزء منه اللي دخل المغرب وكان يعني يحمل السلاح من اجل القيام بالتغيير بالطريقه ديالو. احداث اللي عرفتها قريه امغالو وقريه املاغو هي تقاطع، تتواجد في تقاطع واحد تافيلال وجبال الاطلس المتوسط، واحد المثلث رائع جدا وجميل بين الراشديه والريش وقلميمه. هي القضيه بدات في 3 مارس كيف ما قلنا في 73، يعني دخل السي محمود بن نونا واحد العدد من الرفاق ديالو محملين الاسلحه، ومن بعد تعرف المكان ديالهم بالمنطقه، وتم التطويق ديال المنزل اللي كانوا كيتواجدوا فيه من طرف القوات العموميه، وبدات المواجهات يعني بسلاح اللي دامت حسب ما جاء في الكتاب ديالكم السي مبارك نتوما السي شوقي بنيو 5 ساعات الى ان فارق الحياه في 73. ملي بديتوا التحريات كنتوا كتعتقدوا بانه فين غادي يمكن توصلوا للقبر ديال محمود بن نونا؟ وشنا هي الصعوبات اللي واجهتكم؟ لانه القصه او عفوا الحدث قديم شيئا ما الا بغينا نقول. هو حنا اللي كان التحريات اللي درنا انه اكتشفنا انه لما مات محمود ومولاي سليمان العلوي والاخر فليكس يعني مجروح، جات هليكوبتر وداتهم ونزلاتهم في المستشفى ديال الراشديه. اللي كان مدير المستشفى ديال الراشديه يداك هو السي عمر، الدكتور عمر جبيهه اللي هو محسوب على اليسار، واللي كان صرح للولد محمود ان باه جا ميت هو سميتو، والاخر يعني عالجوه وجاو داوه، هو اللي حكى التفاصيل ديال ما وقع هذاك فليكس قبل ما يتعدم لما جابوه القنيطره، لان تعدم في المرحله الثانيه ديال دوك 73، هو اللي حكى التفاصيل المعركه، وكنت عندنا بالتفاصيل خديناها من ذوك الناس المسجونين اللي كانوا معاه، يعني حكى لهم كيفاش طوقوا وكيفاش واحد هو اللي مشى باعهم عوض صيفطوا محمود يجيب شي راديوات من جهه، ومشى عند القائد وسلم السلاح ديالو وقال لهم راه موجودين في المنطقه الفلانيه، وعرفوا ملي جاوا الصباح سميتو هذاك خرج اللي كانوا في الدار ديال عديشان اللي هو عديشان. كان مقدم ديال المنطقه في المقدم، وجا يشوف سمع الحش وما يعتقلوه، صافي عرفوا راسهم التوقين، طلب من المراه ديالو قال لها جيبي العافيه، حرق الوثائق كلهم وحرق المسائل، وقال لها غادي تخرجي انت وبناتك لان احنا غادي نموتوا وراه ما غادي يدير لك والو. خرجت صيفطوا له شي مقاوم من تماك باش يتفاوض معاه انه يسلم راسو، رفض وهو رفضوا بثلاثه وخداو معركه عارفين ان هذه تنتهي، ومات ومشى. حنا ملي كانت عندنا هذه المعطيات مشينا للراشديه، مشينا للمستشفيات، جوج مستشفيات تما. مع كامل الاسف تعرف الاحداث ديال 23 مارس 65 في المستشفيات الدار البيضاء مسجلين بالتفاصيل، واحد فين جاتو الرصاصه، الا كانت عنده السميه كيسجلوا السميه ورقم البطاقه الوطنيه، ما كاينش شيء كيسجل اكس بنو اكس الا ما كانش، ولكن كيعطي فين المصيب، يعني كيعطيو التفاصيل. تماك ما لقيناش التسجيل، واستقبلنا مزيان لان قبل ما كنديروا هذه العمليه كنمشيو بعدا للداخليه يعني وكنمشيو عند العامل باش يقول لك خصك تتعامل معامله الا بغيتي تحقق تخدم بلادك، هذه يعني ماشي انا، لان حنا ما كانت عندنا حتى شي سلطه هيئه الانصاف والمصالحه، نبغي نجيبك انت كشاهد ما عنديش، ولكن تنطلب من الداخليه هذا بغينا نستمعوا لك شاهد كيجيبوه لينا، وبالتالي يعني تمشي للمستشفى تقول له انا فلان، لا خصك تدوز عند طريق تحترم هذه المسائل لان المصلحه ديال الجميع، وهذا الشيء فين كتبان اللي خصو يكون الصبر والنفس الطويل ماشي سهل. وراه كتمشي، انا قلت لهم واحد الخدام في واحد الخطره في الداخليه، انا كنت مشيت تقريبا وزاره العدل وزاره الداخليه، قلت له والله كان عندي مصلحتي الخاصه ما عمري نحط رجلي هنا،
ولكن كنعرفوا كندافعوا على الضحايا، وبالتالي انا مستعد نمشي ونجي وننتظر ما كان اي مشكل غادي قادر نديروها. فمشينا للمستشفى، استقبلنا المدير مزيان، حط لينا جبنا السجلات كل هذه ديك المرحله 73 ما رقيناش. مشينا للمستشفى الثاني، مشينا للمقابر اللي كاينه تماك، رجعنا للمستشفى بدينا كنسقسيو الممرضين، لقينا واحد كان حارس تما قال لي جي نوريكم البيت فين كان محمود وفين كان هو مولى سليمان العلوي، فين كانوا داروا الجثة ديالهم قبل ما يجيو يديوه. وقال لينا واحد اخر راه واحد الحارس كان هنا هو عارف فين تدفن، ماشي هو اللي دفن ولكن هذاك اللي دفن خبرو. سقسينا على هذاك الحارس حمد شي حاجه، قالوا لنا راه خدا التقاعد ومشى لخنيفره، راه مستقر دابا في خنيفره. هنا كنبغي نشيد بواحد السيد اللي ساعدنا بزاف اللي هو احمد كيكيش، الله يعمرها دار، اللي كان مسؤول تما كاع التعليم، يعني ساعدنا بزاف لاكتشاف هذا بزاف ديال المسائل اللي كتعلق بها الانسان في المصالحه في المنطقه. مشينا سيدي كنقلبوا على هذاك باش نلقاو في خنيفره، ومشينا لعنده قلنا ودي ايه ماشي انا اللي دفنتهم ولكن فلان صديقي دفن وكتعرف القبر، قال لي وراني القبر ديناه للمقبره ودخلنا للمقبره عند جوج ديال واحد قريب لديك المنطقه فين تدفن، حنا دخلناه من الباب البعيد باش نشوفوا واش نيت غادي سميتو، وبدا قطع بينا المقبره كلها حتى وصلنا لتما كورينا ها جوج قبوره مقاربين مع بعضياتهم باش نتاكدوا عاوتاني واش هذوك واش هما محمود ولا مولاي سليمان، خصنا نتاكدوا. شنو درنا في الاول؟ النقطه الاولى جميع القبور اللي حداهم ياك اما فيهم لوحه مكتوبه الاسم والتاريخ 73 مارس ابريل 73 والقبور الاخرين هذوك عندهم تقاليد بحيث تيزوروا كيحطوا شي جبانيه على القبر كيديروا فيها الماء وكيحطوها، هذوك القبور كلهم اللي حداهم تماك كلهم فيهم اما مكتوب الاسم وتاريخ الوفاه وسميتو واما عليهم ديك الجبانيه ولا شي اناء من الطين، الا هذوك جوج القبور معناه لا يزارون ما كيتزاروش. ثم مولاي سليمان طويل وبنونا قصير، واحد قبر طويل وواحد قصير. ثم فواحد قالوا لنا في ديك مارس 73 كانت شي وباء يعني كان البرد بزاف قاريس وماتوا بزاف الاطفال وتدفنوا في ديك المنطقه، إن هذه كلها قرائن بالنسبة لي أنا ما تحيديش أن هذاك ماشي محمود وهذاك ماشي مولاي سليمان. ستيفن زكير الله يرحمه كان ديك الساعة هنا في المستشفى في باريس، جيت أنا وخبرته بهذه المسائل، كان ناعس وفاق من الفرش ديالو وعيناه يعني فرحا ترقص فرحا، قال لي خص بسرعة تخبروا العائلات وتمشيوا تفتحوا القبور. وكذلك كان خبرنا العائلات، مرات محمود هي ألمانية ساكنة في سويسرا، ولده المهدي هو اللي كتب ذاك الكتاب إيروسون دلوار، ثم ولاد خو مولاي سليمان كانوا في أكادير، تلاقينا باش نتلاقاو في المطار محمد الخامس باش نمشيو للرشيدية، كانت الطائرة تتكون واقيلة جوج مرات ولا مرة في الأسبوع باش ناخذوا الطائرة. ملي مشينا مرات محمود جات، هادوك ولاد خو مولاي سليمان جاو، انا والسي مصدق كنا في المطار، ولكن المشكله المهدي ولد بنونا جاي من زوريك وعنده الطائره ديالو مؤخره والطائره ديالنا غادي تقلع. قلت للمصدق سير طلعوا معاهم انت، طلعوا انتم للطائره. مشيت انا لذاك ديال الترانزيت، قال ودي الله يخليك الطائره ديال زوريك فوق جاي تجيب، شاف قال لي مازال ما عندناش التوقيت، ورا عندي واحد المشكل واش ممكن كاين شي امكانيات باش ديك الطائره ديال الرشيديه توقفوها، قال لي هادشي ماشي من الاختصاص ديالي، واش ممكن التليفون تهضر لي مع داك اللي مسؤول على التليفون، قال لي لا ما عطيكش التليفون. ايوا صبرت عليه شي مره مشيت عنده قلت والله يخليك نعطيك البطاقه ديالي ديها لهاد المسؤول قول له غير عيط لي في التليفون نشرح لي. ايوا هداه الله مشى غاب عليه واحد 5 دقائق، قلت بدا يعيط لي هذاك في التليفون ساعات تنشوفه هو واش ماجين بجوج، جا داك المسؤول، هذاك المسؤول من حسن الحظ متبع النشاط الهيئة. قلت له شنو كاين؟ قال لي راه غادي نقدروا نوقفوا الطائرة ما تطلعش، ولكن ما يمكنش راه إلا كانت عنده الباليزة
دافع باليزا راه ما يمكنش ان نديروا هذاك المسائل. قلت له شوف هذا اولا انا يكيد غادي يجيب لا باليزا حتى الا كنت الباليزا راه ما غادي ناخذوهاش خليوها لنا عند هذيك ديال المكان حنا غادي نمشيو من هنا. قال لي يلا مشينا انا وياه تما كنتظروا واحد ربع ساعه وهي تجي الطائره. كان اول الخارجين هو ذاك جاي مسكين جار الباليزا ديالو عرقان فمشي ذاك نجري وطلعنا للطائره باش وصلنا تماك. وفي الصباح مشينا باش نحفروا القبور تما في سميتو. كيما قلت لك جوج الجثات بنت ديال محمود وحاولت مراته وقلنا لا مراته تشوف سنانه لانه زعما واش هو نفس السنان اللي عنده ذاك البسائل. وقلنا حتى واش ممكن كاع نصوروا نشوفوا الطبيب ديال السنان ولكن المده اللي داز سميتو ما شافتوش وداك المسائل يمكن تكون المسائل. وهكذا انتهت القصه ديال كيفاش كانت سي مبارك هذاك نتوما كتخرجوا الرفات ومعكم العائلات ومعكم الزوجه ديالو ايوا خص تكون عندك اكيد بان هذه اللحظات ربما لن تنسى. خصك تكون عندك اعصاب من حادي لان انت وسط الموتى وهاد المسائل هادي راه ماشي سهله فعلا. ووسطو يعني حنا كنديو هذوك الطلبه اللي كيقراو القران وما كيحفروا كيسميتو الوقايه المدنيه كيكون وكيل الملك كتكون ماشي سهله سميتو. هذاك الشيء راه كانوا كيسميونا حفار القبور يعني بعض الصحفيين كتبوا سيكتبوا هاد الاشياء. ولكن حيت تشوف الانسان هذا الشيء كديرو من اجل بلادك ومن اجل مجموعه ديال الضحايا. انا كنت سعيد بهذا العمل اللي كنديرو انه كنخلص واحد الدين ديال هاد الناس مساكن اللي يعني ما يمكنناش الكرامه ديالهم مهما عطيتيهم من تضحيات وما درت معهم السلوك الاخر ما كتوفي لهمش الاشياء ديالهم. وكتشوف هذوك الناس اللي داجوا في جلسات الاستماع كلهم راه يعني ما فرضناش عليهم ما يقولوش راه فلان اللي عذب لي. حنا اللي قلنا لهم انه راه الا ذكرتي شي اسم قانونيا التلفزيون خصو يعطي حق الرد راه غادي يجي رد الا كل لكن بدون استثناء ما كاينش شي واحد اللي كيطلب الانتقام. تيقول ان خصنا عدم التكرار خص ولادنا وحفادنا ما يطرالهمش هذا الشيء اللي طرا لنا حنا واعتقد بلادنا غاده في هذا الطريق. ما يقولوش الانسان ان مازال الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان هذه ما نقبلهاش. كاين انتهاكات من خطره لخطره كتكون كما موجوده في الدول اللي عندها ثلاثه القرون ديال الديمقراطيات كهي امريكا كحل كيقتلوهم امام الكاميرات. الانتهاك غادي يكون مادام كامل البشر هو اللي قبض السلطه. ولكن اللي كان عندنا كان عندنا الانتهاكات الجسيمه كان كيجيو يخطفوا الكباك ولا خوك وما تقدرش تهضر ما تقدرش تتكلم ما تقدرش تمشي تشوف محامي ما تقدر تمشي. اما دابا كيتقبض شي حد الوسائل الاجتماعيه كلها كتهضر عليه كيمشي السي الحموشي باش يقبض الارهاب كيبيو لنا في الكاميرا. هنا في اوروبا ذكري ارهابيين كيقبضوا مقتولين اللي كيتبادلوا معاهم. ما عمر شي واحد ارهابي تقتل في المغرب كيتقبض حي وكيدا وكيدير له الاستنطاق الرسمي وكيتسلم النيابه العامه. وهذا اللي بغيت. الان الكاميرات موجودين في جميع مراكز الاعتقال وهذا الشيء اللي كنا طالبنا به ودرناه في التوصيات في الصف بصراحه بالترشيد الحكامه الامنيه ان جميع اماكن الاعتقال تكون فيها يعني كاميرا كتدي النيابه العامه باش ما يبقاش يضربوا الانسان بالتخبئه ويكون ويتخبر المحامي ديالو يدير المحامي وتخبر عائلته اقل من 24 ساعه ويكون الطبيب اللي يمكن يعالجه في اقرب وقت الا تصب شي حاجه. هذه المسائل كلها كدار في بلادنا وكيف كتكون تجاوزات ما غادي نكروهاش غادي ماشي لا تدير. ولكن دوك زوار الفجر ما بقاوش ونتمناو ما يعودوش وما خصهاش تعاد.